قال في نفسي شيء من القضاء والقدر. طيب ما العلاج؟ انظر إلى حال السلف، ماذا صنع؟ ذهب لطالب؟ لا، فيه يقول في هذا المؤلف رحمه الله يقول فيه عادة السلف بالرجوع إلى العلماء، وهذا الآن الواقع اليوم. أردنا الخروج للجهاد، المظاهرات، الخروج على الحكام، تكفير الحاكم، إيش نصنع؟ نرجع إلى العلماء. وعلى ما يقول عندنا العوام، ضعها في رأس عالم واطلع منها سالم يا أخي. تريد الجهاد في كذا وكذا وكذا؟ نعم. طيب ارجع للعلماء. قال منعوني العلماء ومنعني السلطان. إذن لو كان هناك إثم على من؟ على السلطان وعلى الإمام، وأنت أبرأت ذمتك أمام الله وانتهى الأمر. نعم. قال إذن عادت السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، وعادت علماء السلف أنهم أزالوا الشبهة بماذا؟ بالدليل. لم يذكر له إلا الدليل، وأتى الثاني وأتى الثالث، كلهم على نفس الوتيرة. نعم، لأن رد الشبهة بالدليل من الكتاب والسنة يزيل الشبهة بإذن الله. أما رد الشبهة الآن بالرسومات المتحركة، بالنكت، بالاستهزاء، بالسخرية، هذا والله ليس من طريقة السلف. نعم.